أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أوحينا إلى نوح كما وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس
وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم.